من سادة زملاء الوزراء، وزير الشباب والرياضة، وزير الثقافة، وزير التعليم، السيد اللواء محسن عبد النبي، السادة رؤساء التحرير والإعلاميين والأصدقاء الحملة وشركائنا من القيادات الحكومية. ماهياش مشكلة بين العاطلين بس، لا، موجودة بين الموظفين والمشتغلين. ما هياش مشكلة بين الولاد بس، لا، مشكلة كمان بين البنات. احنا عندنا 17% من المتعاطين من الاناث في جمهورية مصر العربية، وده رقم مخيف جدا لما يبقى 73% ذكور و 27% اناث. الحقيقة الخطة دي من اول ما ابتدينا، وزي برامج كتيرة ابتديناها في هذه الحكومة، بتعتمد على الاسلوب العلمي في التخطيط وفي جمع المعلومات وفي الشراكة ما بين مجموعة وزارات. الصندوق مش بس صندوق تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ولكنه صندوق يعمل بشراكة كاملة مع الوزارات المختلفة. لازم كلنا نعترف ان المخدرات صناعة وتجارة بتدر المليارات، وان القائمين على هذه التجارة وهذه الصناعة مش هيستسلموا ومش هيضعفوا ومش هيسكتوا. التدخين والتعاطي والإدمان بيشرح للأولاد في سن مبكر جدا مخاطر التعاطي ومخاطر الإدمان وكيفية التغلب عليها ومواجهتها. اشتغلنا في 2000 مدرسة وعملنا حملات في 2000 مدرسة.